مساء الخير. نهاية حلقات الأسبوع البوصلة. إحنا امبارح دخلنا في ولجنا في المسألة وابتدينا نناقش الدليل الأول، وأنا قصدت نبتدي بالحديث ده عشان بعد كده نخش على التعريف بتاعهم لأنه له علاقة كبيرة هتعرفوها النهاردة. فهم ادعوا من قالوا بقالهم 1200 سنة بس يعني أن الإجماع دينا بعد القرآن والسنة، إجماع السادة الفقهاء، قالوا إنه مبني على حديث لا تجتمع أمتي على ضلال، وشبيهات التركيبة اللغوية دي لأنه جيب كذا رواية. امبارح أثبتت لكم إنه الكلام ده كلام مبني على حديث ضعيف، ليس لأن إسلام ولا حد معاصر ضعفه، هم الأوائل ضعفوا، لكن الفقهاء ردوا قالوا إنه معناه صحيح ولو كان ضعيفا، وإنه جرى العمل عليه. ما تفهمش ده إيه؟ وأنا قلت إنه لا يمكن نقبل بده أبدا على الإطلاق. تاني حاجة نهينا بيها امبارح، تاني سؤال، وهل معناه لو صح الحديث يحتمل هذا المعنى الذي يتبادر لذهنك لما يقولوا لك أربعة بشر اديناهم الوكالة يا سيدي أجمعوا على أمر ما في عصور متعاقبة، لأنهم واحد منهم شاف التاني لكن كلهم ما اجتمعوش يعني، فيصبح دينا يعتد به، إيه علاقته بلا تجتمع أمتي على ضلالة؟ هنا الرسول بيتكلم عن الماجوريتي، عن الكتلة، أيوة الكتلة بالعدد. فلو الأمة مثلا 100 مليون، 90 مليون هم مش هيعملوا حاجة غلط، يعني مش هيعملوا حاجة غلط في أنفسهم، لا يعني لو قالوا في أدان تاني في صلاة الجمعة هي خلاص مش ضلالة طالما هم قالوا كده مثلا. أصلا الحديث مش صحيح لأن المعنى ده مش صحيح، لا ده ممكن تجتمع على ضلالة وضلالة وضلالة. عايز أقول لك إن أغلب الأمة الآن مثلا بالعدد بالأكاونتنج يعني مؤمنة بأفكار داعش. أيوة أمال إحنا بنواجه إيه يا فندم؟ أمال التنوير تعبان ليه وطالع عينه؟ لأن الأغلبية تدخل في ثواني على السوشيال تكفرك وتزندقك وبس يا زنديق، واللي بيعملوه هم صح، ورفع الله الأبطال وسدد الله خطاك والحاجات دي. أيوة أغلب الأمة على الأفكار دي، خلينا صرحاء، الأمة مش مصر. طيب معنى كده أن ده مش ضلالة؟ لو اجتمعوا كلهم أقسم بالله ضلالة، وتفسير القرآن هذا التفسير الدموي ضلالة أي من يكون مين فسر. إذن المعنى أصلا يا فندم باطل على الوجهين، لو الحديث صح المعنى باطل ولا علاقة له بإجماع الفقهاء. ده اللي خلينا بقى نقرأ التفسير دلوقتي بتاعهم هم بتاع علماء الأصول، الأصول يعني أصول الفقه. ولو الحديث ملوش علاقة بإجماع الفقهاء معناه باطل، لأن ياما الأمة ياما وخلي بالك تجتمع ده يعني مش لازم كلها تقول رأيها، لا لا لا، ده إجماع بيسموه السكوتي. يعني إيه سكوتي؟ يعني راديو، شايفين حاجة بتسكت بتحصلوا راديو، مش صح برضو؟ ده إجماع. طب تعالى أفكرك، رغم إن أنا والله ما بحب أتكلم عن الحاجات دي عشان أنا شايف إنها ماضي، وتعالى نبص للمستقبل. هو كان مين اعترض على قتل الحسين؟ الحسين بن علي بن فاطمة بن محمد بنت محمد، بعيد عن أي قصة للخلاف بين السنة والشيعة أو أي تخليق لهذه المسألة طلع منها الطوائف. هذا باطل بإجماع فقهاء وعلماء أهل السنة أن الحسين قتل مظلوما، ده ملوش علاقة بقى بالحبة اللي انتوا بتشوفوه من النهاردة دول، بلا سنة بلا شيعة. أنا بكلمك عن اللي حضرتك في الصلاة، حضرتك كل واحد فيكو لا تتم الصلاة، خلي بالك ده فرض، غير انك تقول في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صح؟ فآل محمد دول واحد منهم بل أهمهم، بل الحديث في البخاري الحسين مني وأنا منه اتقتل، ظلم ولا حق؟ ظلم، خلص الموضوع، ما نرجع بقى بكل قصة تانية.
هي مش الأمة سكتت؟ ده اسمه اجتماع على فكرة، لأنه اللي حتى اللي اتكلم كلمتين كده وخلاص، والباقيين فرحوا. في ناس كتيرة فرحت، اللي قتلوا نفسهم الأمويين كانوا عاملين احتفال. ده مش ضلالة؟ ده لو مش ضلالة يبقى احنا في ضلالة. ده بعيد عن أي حاجة عن السنة والشيعة عشان ما يقدرش يشنعوا. اللي يتكلم عن إن الحسين لم يقتل مظلوما يبقى عنده خلل في عقله مش في دينه. وكم من حاجات رضيت بكده. الأمة اجتمعت أن يكون الحجاج بن يوسف الثقفي نائب الخليفة عبد الملك بن مروان. دي مش ضلالة؟ ده واحد هد الكعبة. الكعبة اللي حضرتك بتصلي لها اتهدت بإيدين الحجاج عشان يجيب واحد من جوه، صحابي جليل اسمه عبد الله بن الزبير بن العوام، فاحتمى بالكعبة لأنه قرأ القرآن، فقرأ في القرآن أنه حرما آمنا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقال بس هو جبار وكل حاجة، بس أنا لو دخلت الكعبة مش هيجي جنبي. أم هد عليه الأربع حيطان بتوع الكعبة اللي حضرتك بتصلي لهم دلوقتي في واقعة ما فيش عاقل ولا مجنون يقدر ينكرها. وخدوا طبعا وقتلوا وسلخوا الدلع بقى بتاع الأمويين العادي بتاع الحجاج يعني. بالمناسبة لسه بيقولوا عليه راجل كويس وإحنا ظالمينه وكده. المهم يعني السؤال، دي ضلالة ولا هد الكعبة؟ ضلال ضلال، ما حدش يقدر يتكلم. حد اعترض؟ ما هو الإجماع هنا معناها إيه؟ إنه سكوت، ده إجماع برضه. هدي اجتمع على ضلال. فالحديث مش عايز طول، الحديث باطل من ناحية السند، ده بشهادة علماء الحديث مش أنا، وباطل من ناحية المعنى على وجهين. ركز معي، الوجه الأول لو خدنا معناه العام أن الأمة بالفرد الكتلة فيها تجتمع على دايما الخير، طب الكتلة فيها اجتمعت على كل الباطل اللي في العالم بطلاق كتير بقى، مش الحسين والكعبة، ده فيه كتير قوي 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 قوي. خلاص. وبعدين لعبة الأعداد دي مصيبة، ما هو كان في ساعات بقى في الدولة الأيوبية والدولة العباسية موجودين مع بعض وبيحاربوا بعض، وكلهم بيروحوا يتفقوا مع ايه؟ مع الصليبيين، بيخونوا بعض، بيخونوا الإسلام، ها؟ اللي حكموا باسمه. والدولة الأموية اللي هي في الأندلس موجودة برضه. مين فيهم بقى الأكتر؟ ونقعد نلعب يا ترى مين الضلالة والبتاع، وعد أصحابك وعد أصحابي، إيه أصلاً ده؟ لأن الحديث من أساسه باطل. لكن يقول لك أصل معناه صحيح، لا معناه مش صحيح. يعني أنا مشيت معاك أهو ونسيت السند، المعنى مش صحيح. ده الوجه الأول. الوجه الثاني إنه إيه خلى يا سيدي الأمة اللي هي بالواحد، نعدهم كده، مين فيهم الأغلب؟ الأغلبية ولا الإجماع؟ ان تقول لي الاربعه فقهاء يمثلوا الامه، جبتها منين دي يا باشا؟ جبتها منين؟ اقول لك انا جبتها منين بقى، وده تاني معنى باطل جوه الحديث الذي هو اصلا باطل. واضح كلامي؟ اقول لك انا ما جبتها منين. تعال اقرا تعريفهم للاجماع وهتتبسطوا انبساط رهيب. بص يا سيدي كده الحديث خلاص يعني خدنا الحديث وفككناه، ندخل بقى منه بريدج كوبري على اللي احنا عايزينه بقى. تعرفهم هو اللي خلاهم يقولوا الحديث ده على اساس انه صحيح يعني، او معناه في نظرهم انه دليل ان الاجماع الاربعه الائمه يبقى اجماع الامه كلها، عشان اديناهم الوكاله ولا عشان ايه بالظبط؟ لا ده بقى الوكاله بقت حق، ما بقتش طلب ورجاء سيب لي الامر ده وانا اعمل لك احسن شغل. لا 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 لا، ده بقى انت ما بتتكلمش خالص، الامر اصلا بتاعي ملكي، خدوا فلوسنا، خدوا حقنا بدل الفلوس يعني قياسا، حقنا في الفكر الديني في الحرية. بص يا سيدي، أول كلام كده في القرافي، القرافي ده واحد من أهم علماء الأصول المتأخرين، بيقول لك إيه؟ بيقول لك لا يعتبر ولا أقول لك التعريف الأصلي اللي هو بيقول اختصاص الإجماع بالعلماء المجتهدين، بالعلماء يعني الإجماع ده اللي هم عايزينه بس بالعلماء المجتهدين، وعدم اعتبار خلاف العامة في انعقاد الإجماع. يعني إحنا العامة الوحشين وهم عملوا المؤسسة بقى من أياميها، ادعاء الكهنوت
احنا بس اللي نقول. طب لو العامة كلهم قالوا مش عاجبنا الكلام ده، اللي هو حقك يا فندم، اللي هو حقك، يقول لك ولا يعتبر هذا خلاف في الخلاف لأنه دول العامة. الله، ده احنا مالناش موجودين. مش ان هو خد حقك، احنا ما بقيناش موجودين في حسبتهم، اللي هو اصلا مبني على حديث عشان يقول لك تجتمع الامه. خلاص نسينا الحديث بقى وفككناه. ايه اللي خلى الامه الاربعه؟ الامه هي الامه. فيقول لك لا، خلاف العامه اللي هي الامه بقى بالواحد كده، ولو حتى اجتمعوا كلهم لا يعتد بيه في الخلاف. الله، ده انت خالفت كده معنى الحديث اللي هو اصلا باطل، لكن انت بتقول معناه صحيح. طب هم الاغلبيه العامه اللي مش عاجبينك دول؟ يقول لك لا، ما دول ما بيفهموش في الامور دي، لان ده علم. وايه اللي خلى الدين علم؟ الدين هو الدين، زي ما كل واحد خلاه، الناس العازمين في السياسه خلوه دوله. الاسلام دوله، ايه اللي خلاه دوله؟ الاسلام علم، عشان يختصوا بعلم، ايه اللي خلاه علم؟ خلوه يا عيني كل اللي عايز حاجه من الاسلام خدها لمصلحته، انما مش لصالح الدين. هطلع فاصل ده وارجع. رجعنا لكم. شوف يا سيدي، بص بقى التحبير في شرح في شرح التحرير، تحرير القول، يعني تحرير المصطلح، يعني شرحه عشان بس تبقوا فاهمين الكلام التراثي. لا يعتبر قول العامة في الإجماع عند العلماء، لا يعتبر يعني مش مكان، ملوش. أنا بقول لك إحنا ما بقناش موجودين في الحزب أصلا، مش بس خدوا حقنا، لا ده اللي هو أنتوا مش موجودين يا جماعة. يعني إمام زائد إمام زائد إمام زائد إمام يبقى عندهم يساوي 1+1+1+1. حط بقى في المعادلة زائد العامة اللي هم مئات آلاف ملايين البشر، فيبقى 1+1+1+1+0. مش موجودين في المعادلة، أقسم بالله. لا يعتبر قول العامة في الإجماع عند العلماء، لا يعتبر، ملوش أي اعتبار. 1+1+1+0، كلنا صفر يا راجل، صفر. على اساس هم بيشوفوا مصلحتنا يعني، وبيعبروا لنا عن الدين بما يوافق ملامحه وسمته. يا سلام. المهم، وهذا هو الصحيح، ده كلام التحبير الكتاب يعني، المعتمد عليه سواء كانت مسائله مشهوره، الاجماع المشهور، او خفيه، فلا اعتبار لمخالفتهم. مخالفه العامه اللي هو احنا، لا اعتبار لينا لو خالفناهم. لو ملايين البشر قالت لهم جاي بالمصري، احنا مش عاجبنا الكلام ده ومؤذي لينا ولفطرتنا وليس هذا هو الاسلام، يقول لك لا يعتبر مخالفتهم دول ولا حاجه يا ابني، صفر في المعادله. ها، ولا بموافقتهم، يعني حتى لو وافقناهم. شوف ما شاء الله، الصلف والغرور والكبر. بيقول لك وحتى لو وافقونا، يعني وقفوا كده في جماعات بواقفين نشكرهم، يا ائمه يا عظماء احنا بنشكركم، الحكم اللي قلتوه ده عجبنا، يعني بنثني عليهم. يقول لك ولا اعتبار لموافقته، ولا كأنكم موجودين، لا سلبا ولا إيجابا، احنا صفر يا جماعة. وإنما يعتبر قول المجتهدين فقط، اللي له اعتبار وقول المجتهدين. مين اللي خلاهم مجتهدين؟ هم شخصيا. أنا قلت على نفسي مجتهد، هتعرضني؟ أنت مشغول وأنا فاضي، اشتغلت الشغلة دي في الأول، خدتها قبلك. طيب مين اللي يعني ايه؟ هي كده، انا مجتهد وانت لا، ما تتكلمش. واعتبروه قوم، ده كلام الكتاب مطلقا، كلام مطلق لا رجعة فيه. فقالوا لابد من موافقتهم حتى يصيروا اجماعا. بس ده كلام ايه؟ مش معتبر. فقالوا ايه؟ واعتبره قوم في المسائل المشهوره. يعني لو مسألة مشهورة قوي نبقى ناخد رأي الناس بقى، يعني على استحياء كده في المسجد نقول ها، وعارفة اللي هو ايه، نقول لهم الإجابة قبل ما يقولوا عشان ما يخالفوناش. خلاص؟ كالعلم بوجود التحريم بالطلاق الثلاث، وأن الحدث في الجملة ينقض الطهارة. الحدث يعني الخلاء أو الجنابة، الحمام أو الجنابة. فيقول لك أحدث يعني ما بقاش طاهر. خلاص؟ وأن الحيض يمنع أداء الصلاة ووجوبها ونحو ذلك من المسائل الخفية كدقائق الفقه. يعني ده كله ملوش علاقة بالناس، ياخدوه كده زي ما هو كده. إنما المسائل المشهورة إن الحج يوم 9 ذي الحجة
وان رمضان بيجي مره في السنه وان الصلاه 5 فروض، اقسم بالله ده اللي سابوهولنا ان احنا نشاركهم فيه الاجماع، اللي هو مش محتاج اجماع يا فندم، ده قران وسنه يا حبيبي. خلاص؟ شوف يا سيدي، فقال الآمدي، ده في الكتاب بينقل عن الآمدي، ان قيام الحجة يفتقر الى وفاقهم. يعني ايه بقى؟ يعني الحجة تقوم بلا وفاق للعامة، اتوافقوا ما توافقوش، يفتقر الى العامة، الحجة قائمة بذاتها لان احنا قلناها. المهم كمل البقلاني بينقلوا عنه أن الخلافة يرجع لإطلاق الاسم، هو رأيه كده، يعني أن المجتهدين إذا أجمعوا، هل يصدق أن الأمة أجمعت؟ كل واحد في الأمة؟ ده كلام حلو أهو البقلاني بيقوله، ويحكم بدخول العوام فيهم تبعا أو لا، فعنده لا يصدق. جميل أن كل واحد وافق، بس بص بقى المفاجأة، وإن كان ذلك لا يقدح في حجيته، وهو خلاف لفظي، لأن مخالفتهم لا تقدح في الإجماع قطعا. يعني بالك الكلام في الأول حلو، بيقول لك معقولة لما احنا نجمع يبقى الأمة كلها كل واحد فيهم موافق؟ بيقول لك هو الأصل إنه لا صراحة، بس أنا عايز أقول لكم حاجة، ده هو اللي بيقول يعني ده خلاف لفظي، لأن أساسا مخالفتهم لو جم أعلنوها كده لا تقدح في الإجماع، احنا أجمعنا. عشان كده بيسموهم لاحقا لما السلطة تأسست عملوا الدين سلطة. هتلاقوا الاسم ده بيتأكد برضو في البرامج والمسلسلات، اسمه سموا نفسهم ايه بقى، او سموهم هم عشان يستندوا عليهم في سلطتهم الاوائل، يعني اهل الحل والعقد. يعني الحل والعقد يعني الذين في ايديهم ان يحلوا الاشياء ويعقدوها، يعني يوقفوها، فبقوا هم بس اهل حلوا العقد. عشان كده مخالفتنا ليهم، وان كان معترف بها البقلاني، ان مش كل واحد في الامه اكيد وافق على كلامنا اللي قلناه، لكن هذا لا يجعل ان ده قادح. يعني ايه قادح؟ يعني يفسد اجماعنا، لان اصلا مخالفتهم ليست معتبره ولا تعني شيء. يا سلام يا سلام على تقديرنا واحترامنا في عيون الاوائل. اي والله، العامه العامة دول على فكرة ايه، مفكرين وكتاب وعباقرة واساتذة وطب وهندسة واللي انت عايزه، احنا اصلا مش موجودين، نحن بنص كلامهم في المعادلة الرياضية التي ينتج بيها الاجماع الفقهي نمثل الصفر الكبير قد كده اهو، صفر بس، وهم ارقام بتتجمع، فلو عدوا الاربعة يبقى اجماع. احنا صفر، مفيش أربعة يبقى أربعة وصفر، تلاتة وصفر، اتنين وصفر، ما تجمعوش على رأي في مسألة ما برضو صفر. شفتوا الجمال؟ شفتوا اللي انتوا بقالكم فيه 13 قرن؟ المهم ده لسه فيه جمال أكتر من كده في تعريف الإجماع، والله العظيم ده كده لسه ما قلناش حاجة، ده فيه بقى قصة تانية خالص اللي عملها الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة أصول الفقه بقى لما تسأل فيها، احكي لكم انا الحكايه دي بقى اكيد الاسبوع الجاي. خلاص، بيقول لك بقى ابو الحسين في المعتمد نقل عن قوم ان الاجماع لا يحتج به الا مع وفاق العامه، عن قوم يعني بقى واحد منهم ولا اتنين قالوا يا جماعه لا ده لازم العامه تتوافق، بس بصوا بقى الرد. وحكى القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني انه يعتبر في الاجماع العام اللي هي المسائل الكبيره برضه، وهو ما ليس بمقصور على العلماء واهل النظر، اللي هي كالمسائل المشهوره بخلاف دقائق الفقه. تاني نفس اللفة، قالوا انتوا عايزين وفاق الأمة كلها؟ لا، دي ممكن تبقى في المسائل المشهورة اللي هي ان الصلاة 5 مرات والبتاع والصوم 30 يوم بيخلص ساعة المغرب، اللي هي الشمس بتشرق من الشرق، حد يختلف؟ اهو ده اجماع نسمح فيه بوفاق العام. لكن دقائق الفقه، دقائق يعني تفاصيل، حاجات الدقيقة الصغيرة مالكوش فيها بقى. الدقائق الفقه دي حابب اقول لك ان هي 99% من انتاج الفقه اللي هي دينك. الدقائق دي كلها يا فندم، التفاصيل الصغيره دي مالكش فيها خالص، لان انت هتعرف ايه انت يا غلبان؟ ما هو دي الثقه اللي اتكلمنا عليها في اول اسبوع، نزعوا منك الثقه انك تفكر حتى في الدين، فتلاقي العيال بيسموها ايه؟ مسحوله، منبطحه تماما، هو راضي بانبطاحه،
فيقول لك انت مين، ودي الاجابه اللي بتقلنا بقى، انت مين انت عشان تتكلم في المذهب، ولا انت مين انت عشان تفسر الدين، انت درست ايه انت عشان تفسر الدين انت. ولو عم قلت له طب ده كله انا واحد اتنين تلاته من حقي، بعيد ان انا مسلم اصلا افكر في الدين، فيقول لك برضه هم جبال وانت حشره، وهم ساده وانت عبيد وبتاع. ده دكاتره ازهر يا راجل، انت فاهم ان انا بصارع عشان اخدك عندي في طريق الاصلاح الديني والتنوير، اقسم بالله انت غلطان، انا مش عايزك خالص، انا عايز اللي يرضى بس بالرضا، انا مش زيهم بفرض كلامي وبحارب وقت اللي يقول غيره، لا انا بقول لك الكلام بس، هو لوحده هيعمل لك حاله تفكير غصب عنك. طب انت صميت اذانك عني، اهلا وسهلا، خليك مع الأئمة الله يرحمهم رحمة واسعة، وإن شاء الله خير، ولقائنا يوم القيامة كلنا، مين أفاد الدين ومين ضره. بس سيبني بقى يا سيدي أتكلم بس، أنت حضرتك أنت مش عايز حتى أتكلم، صعبة دي ومش هتحصل. نكمل. فقال لك ده لا في المسائل المشهورة، العام بتقل نتكلم معهم في دقائق الفقه اللي هي كل الدين غالبا يعني. بص يا سيدي، واما حجج اعتبار عدم اعتبار خلاف العامه مانعا في انعقاد الاجماع، ما هو اللي بيقولوا كده بيقولوا ان احنا ملناش لازمه صفر في المعادله، ليهم حجج. ايه بقى الحجج؟ قال لك فقال المجمعون وهم امه محمد، وظاهر هذا، الظاهر هذا خلي بالك من الكلام، يتناول كل مسلم، لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والاثبات، اما الواضح في الاثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى هو أهل الحل والعقد قطعا، ماشي، اللي هم السادة، ولا بد من موافقته في الإجماع. يعني ده لو قال لأ فعلا الإجماع ما يتمش، لكن عشان رأيه ليه قيمة في المعادلة، إنما إحنا غلابة صفر. فآه دول دول يتسمع كلامه، لو واحد منهم قال لا أوافق على هذا الرأي، إذن ليس إجماعا. يا سلام. وأما الواضح في النفي، بص بقى دي، فالأطفال والمجانين والأجنة، هو بيقول لو كل الأمة واحد واحد، بيدي يعني الدليل العقلي بقى الفظيع الجبار، فبيقول الأمة دي فيها أطفال وفيها مجانين كبار بس ما فيش عقل، وفيها أجنة في البطون، بطون الأمهات، فبيقول إيه، فإنهم وإن كانوا من الأمة فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله لا تجتمع أمتي على الخطأ إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمها، فلا يدخل فيه من لا يفهمها. أنتوا فاهمين ده معنى إيه؟ لا مش فاهمين، عادي بتحصل، احنا مش فاهمين عشان اللف والدوران زمان كان معلمين والله، يعني بتتلف لفة حلو. بص هو بيقول لك إيه، إن الرسول لما قال الحديث اللي هو أصلا حديث باطل، قال لا تجتمع أمتي على الخطأ، ولذلك الأمة فيها المجانين والأطفال والأجنة، ولا يتصور النبي ضمهم في الإجماع، لأنه دول لا يتصور فهمهم للمسألة أصلا، واحد جنين ما جاش الحياة، وواحد طفل، وواحد مجنون، فيبقى الرسول قصد بالأمة من يفهم منهم المسألة. آه والله ده انت استنى إن احنا طالما بنفهمش نبقى فجأة من زيرو المية، يعني يا إما بنفهم قوي زي الأئمة بتوعك اللي يعتد برأيهم، أو زيرو إحنا تبع المجانين، مفيش حاجة في النص، إن أنا عاقل وناضج من الأمة بس بفهم وبتكلم في المسائل اللي أنتوا بتسألوني فيها، يا خبر اسود، إيه القياس ده؟ وإزاي اقترأوا على هذا القياس؟ فخرجونا من المسألة بلفة بصنعة لطافة، إن إيه؟ طيب الأمة إيه اللي كان يقصد الرسول فيها مجانين وأطفال وكذا؟ طيب يعني ايه؟ يعني الرسول كان يقصد يخرج من الامه من لا يفهم الخلاف، وانتوا كلكم عامه مش داخلين في الخلاف الفقهي بتاعنا ولا عارفين تفاصيله، فتبقوا محسوبين زي اللي خرجوا من الامه كاطفال او كمجانين. يا خبر اسود على القياس الباطل الفاسد المنكر الذي يعني هو سب في جبين الامه. بقى انا عشان مش واصل للتفاصيل المخيفه اللي عملتوها علم، انا كمواطن عامي ما بقيت بتقاس على المجنون والطفل، دي كارثة. أي أيوة والله كارثة. وكم يا عزيزي في مشكلتنا مع التراث من كوارث انت لا تعلم تفاصيلها،
لكن بيدوا لك الحكم النهائي والإجماع وانت مالكش دعوة، فتصدق وتعتقد أن ذلك من الله أو من رسوله وهم من ذلك براء. الإسلام الذي نعلمه قرآن وسنة أعطانا الحق كله وهم أخذوه منا كله، دي الحقيقة. لسه قصة الإجماع طويلة، كمل الأسبوع الجاي وأشوفكم يوم الأحد.